في سؤال ثالث يقول: هل الغسلة الواحدة تجزئ عند غسل المرفقين في الوضوء أم لا بد من 3 غسلات؟ الواحدة لا بد منها، وأما ما زاد عليها من الغسلتين أو الثلاث فهذا مستحب. نعم. وإذا مسح الرأس مسحة واحدة هل يجزئ؟ هو مسح الرأس مرة واحدة ولا يكرر. وإذا زاد عن 3 في وضوئه هل يأثم؟ نعم يأثم. هذا كل السؤال هو الثالث. نعم يأثم إذا زاد على الثلاث، ما زاد عن الثلاث فهو بدعة. نعم.